أحسن الله عليك يا شيخ. كثير من الناس بالنسبة هذه العطلة الصيفية يسافر إلى الدول العربية لغرض السياحة هو ذويه، فما حكم السفر علما أنهم ينخرطون كثير من الكبائر وبعض المعاصي مثل الأغاني والزنا والخمور، فهذا بعض الدول يحتج أنها قريبة جدا وعلما أن وجود هذه المنكرات كلها فيها. الذي يسافر إلى البلاد عربية كانت أو غير عربية لقصد فعل المحرم لا شك أنه عاصم الله من حين أن يسافر من بيته إلى أن يرجع إليه. وقال أكثر أهل العلم إنه في هذه الحال إذا سافر لأجل هذا الغرض فإنه لا يترخص برخص السفر، فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على جواربه 3 أيام، لأنه عاصم بسفره والعصيان مناف للرخصة. أما إذا كان لغير هذا الغرض لكنه سيشاهد ذلك ويسمعه فقد يتوقف الإنسان في تحريم السفر، إلا أننا نقول ليس هذا من كمال العقل وكمال التدبير والتصرف أن يذهب إلى هذه البلاد وينفق النفقات الكثيرة الطائلة التي قد يغني عشرها فيما لو سافر إلى الحرمين مكة والمدينة وإلى مصائف هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية. ثم إن الغالب أنه لا يخلو من الجلوس إلى قوم يمارسون المحرم إما بالأغاني أو شرب الدخان أو غير ذلك. ثم إن نسمع أن بعض البلاد فيها شبه عري بالنسبة للباس النساء، وهذا يؤثر على طبيعة النساء التي يشاهدن هذا. فنصيحتي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يسافر إلى مثل هذه البلاد التي لا يزداد بها إيمانا ولا تقى وينفق فيها النفقات الكثيرة الطائلة.